كويس؟ ما تقلقش يا دول. اديني كويس، اديني كويس. ما تقلقش بقى. يا جماعه انا هتكل على الله واسيبكم، عايزكم تخلي بالكم من نفسيكم كويس جدا. طبعا يعني المشوار ده بالنسبه لي يعتبر مهم قوي، وادعوا لي بس ارجع منه محمل بالتماثيل. يا رب يا رب يا بيبي يا رب يجعل لك في كل خطوه تمثالين وربع. طب يا جماعه عموما الاقصر مش بعيده، انا ممكن اروح ماشي لولا ان انا مستعجل، بس عايز الحق بسرعه اشوف مثلا كرسي جنب الشباك ولا حاجه. يا دول. طب ما تاخدنا معاك يا بيه اهو نتفسح ونتشمس. يعني تتشمسوا فين وتتفسحوا؟ انتوا كلكم تروحوا الاقصر، انا اجيب لكم الاقصر اسهل يا ماما. بيبي بيبي انا مش هعرف اعيش من غيرك، مش هعرف اتنفس في الحياه من غير وجودك جنبي. ربنا يخليكي ليا يا رانيا، ان شاء الله ابعت لك انبوبتين اكسجين تتنفسي بيهم براحتك. وانا يا دوله هات لي انبوبه يعني، بس كتر لي الدق. انبوبه انبوبه اجيبها لك ان شاء الله وانت في الانعاش. ايه دي ايه دي، هو انت مش هتسيب لي فلوس ولا ايه؟ شوف شوف اللي بتقول ما اعرفش اتنفس من غيره. فلوس؟ انا قلت ناسيه. نعم نعم نعم. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ لا يا ماما ما بقولش حاجه يعني. خدي يا رانيا الفلوس انا مجهزها لك اهي، 400 جنيه. 400 جنيه دول بقى يفضلوا معاك، وانا عارف ان انتوا مش هتصرفوهم كلهم، بس عايزكم وانا مش موجود تعيشوا عشت الملوك. ملوك ايه؟ ايه الملوك دي؟ دي 400 جنيه، احنا بص كام نفر، على الاقل 4000 جنيه. عادل انا ضد انك تدي فلوس لمراتك عشان تحكم وتتامر علينا ولا ايه؟ ده تحيز عادل. فعلا يعني ممكن يحصل حساسيه بعد ما سافر رانيا. معلش بعد اذنك. ماما خلي ال 400 جنيه دول معاك. لا لا انا عارفه ده تحيز عمومي مادي نووي اقبل اساسا. نووي يبقى هات يا ماما. خلاص بصوا انا هعمل ايه، هفض الاشتباك. اتعلم مني بقى اتعلم. هفض الاشتباك. رانيا هتاخدي 200 جنيه، انت ومامتك بقى واختك وبنتك، وانت يا ماما 200 جنيه كمان. ما انت بقى اول سنه وبتاع. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم. يلا سافر. السلام عليكم. يلا السلام عليكم. اتكل على الله. السلام عليكم. اتكل على الله. السلام عليكم. للنور، وادي 3 جنيه للزباله. ايه يا ماما نور ايه وزباله ايه؟ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ احنا مالنا ازاي يا بنتي واحنا مش عايشين هنا ولا ايه؟ هو احنا عايشين هنا لوحدنا ولا ايه؟ ولا احنا مكتوب علينا الشقه وهم مكتوب عليهم الاستعباط؟ وهي يعني لما نحط ده في البيت يا ماما؟ بيت ايه؟ بصي بقول لك ايه، انت حره في فلوسك. طيب. اصرفيها زي ما انت عايزه. اوكي. بس يعني لو هتصرفي فلوسك يا ماما اصرفيها على حد يستاهل. ماما صلي على النبي. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هاتي 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 الفلوس دي وسيبيني بقى انا تكتك لك وخطط لك. سيبي لي ايديكي كده يا ماما وهتشوفي، هتشوفي بنتك سناء هتعيشك ازاي. لا 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 يا سناء عيب، انا يا بنتي كبرت على الحاجات دي. لا 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 لا. ايه يا ماما انا بقول لك هوديك الملاهي ولا همرجحك في المراجيح؟ بقول لك هفسحك فسحه عمرك في حياتك ما شفتيها. طب نفترض البيت كده احتاج حاجه هنعمل ايه؟ مش هما معاهم فلوس؟ يصرفوا هما كمان على البيت او يصرفوا هما على البيت. اشتري الشال الجديد حلمي عشان ينطق الفستان. شال؟ شال ايه؟ لا يا حبيبتي جاميه، الشال ده بعدين، انا بقى حتى عيني على حته جين جزمه هشتريها هشتريها. ايوه يا مامي، وانت كمان اشتري لي لعب ونتفسح. اوكي اوكي يا جماعه، انا عندي استعداد ان انا اضحي بالحلم المهول بتاعي اللي هو الشال علشان سعاده الباقين. هي ماما اشتري لي. طب افرضي بقى يا رانيا اذا صرفنا فلوس دي كلها والبيت احتاج حاجه هنعمل ايه؟ ولا تفرق معانا يا مامي، هو مش عادل سايب فلوس مع حماتي وسناء؟ خليهم يشاركوا في مصروف البيت. ايه يعني؟ صح معاكي حق. طب يلا بقى نخش ننام عشان نصحى بدري وننزل نشتري الحاجات. يس. يا رجلي انا جالي ليه العظام من كتر المشي. لا 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 بس كانت فسحة تتجنن يا رانيا، مش معقول. بس انا ما بطلتش عياط من الفيلم اللي شفناه. يا مامي يا حبيبتي احنا كنا بنتفرج على فيلم كوميدي، كوميدي مش اكشن. ما انا مش عارفه بقى، الست اللي كانت قاعده جنبي عماله هاتك عياط 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 عياط، اكيد اثرت فيا. اكيد جوزها حبيب قلبها تركها وحيده وسافر. على فكره يا مامي انا كان نفسي في لعب تاني، انا كان نفسي في كل اللعب اللي كانت في المحل. يا حبيبتي يا حبيبتي لما بابي يسافر المره الجايه هنجيب لك كل اللعب اللي في المحل.
يا ريت بابا يسافر كتير. مش كنا اتاخرنا شويه يا رانيا مدام عادل مش هنا؟ يا مامي هنتاخر ازاي والفلوس اللي معانا كلها خلصت؟ بس تصدقي بقى انا مش قادره اصدق ان الفلوس اللي كانت معانا جابت كل الحاجات دي. يا حبيبتي مش انا معاكي يبقى تطمني على طول. مامي على فكره انا تعبت قوي. يا ماما اتبسطنا قوي قوي في الخروجه دي. الدنيا كانت زحمه قوي بس يا سناء واشترينا حاجات حلوه والله. والله شفتوا جبنا ايه؟ بس يا ماما ما تقوليش جبنا ايه عشان في ناس عينيها وحشه. عينيها وحشه انت اللي عينيكي وحشه. تعالي وريني يا انعام بقى كم شومي شومي. جبنا شويه عبايات كده عشان اقعد بيهم في البيت. وانا جبت جزمه بيضة عشان ما عنديش جزمه بيضة وهي تنفع برضو. شطب بقى انت. انا عايز اعرف انتوا جبتوا الحاجات دي منين؟ من الموسكي. يا بلدي يا موسكي ده انت نص لبسك من الباله. انا نص لبسي البارح. حرام عليكي يا بنتي انا كل لبسي سيني اصلا انا مضيعه فلوسي عليهم. الله يرحم سيني وكاله البلح. في المول. يا ما شفتك في المول وانت بتقلبي في البلات بتاعك. سبعة ونص. اتنين ونص. تعالى بص على الله. سبعة ونص. اتنين ونص. بلديون. ماما انا عايزه اروح المول ده بس مش خازن. ايه ده يا ياسمين؟ هو ولا مره ماما خليتك تور في وكاله البلح ولا مره وقفتي مع ماما يا بتفتح باله على عربيه خشب بتشتري هدوم؟ لا 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 مالكيش حق يا رانيا. لا لا مقصره في حق تربيه بنتك. اخراسي. إيه انا بقولك الحاجات دي جبتوها بفلوس مين؟ فلوس عادل ابني ربنا يخلوهولي ويرجع بالسلامه يا رب. يعني انتوا صرفتوا كل الفلوس اللي معاكم؟ اخويا وفلوس اخويا ما نصرفهاش ليه؟ يعني انتوا صرفتوا الفلوس كلها؟ ايوه فلوس اخويا نصرفها كلها نصرفها نصها احنا حرام. انا ما انت انت حره فلوس اخوك اعمل اللي انت عايزاه. دلوقتي احنا هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها؟ هتاكلونا طبعا. ماما انا جعانه ومفيش اكل هنا. يا ريت يا ياسمين الثلاجه فاضيه يا حبيبتي احنا في اخر الاسبوع وبتبكي على الاطلال. كان لازمته ايه الفشخره والانعاره الكدبه اللي ملهاش لازمه اللي انتوا فيها دي؟ خروج وفسح وشرا. دوري بقى على مين ياكل لك بنتك. مين ياكل لك بنتك؟ اها انتوا طبعا اللي هتاكلونا. منين؟ منين؟ يعني ايه؟ احنا اساسا روحنا عملنا حاجه مفيده وخرجنا من السواد اللي احنا فيه وجبنا شويه لعب لياسمين. الدور والباقي عليكو. الله وبعدين في الورطه السوداء اللي احنا فيها دي؟ جون سيبا انا ما اعرفش دي بقى مشكلاتكم انتوا يا حبيبتي. دورك جايه مجيده اعملي باصلك بقى مره في حياتك. بيعي الخاتم اللي في ايدك وصرفي علينا. تفوتوا انت جننتي جامي. الخاتم ده انا بيعه ده انا ابيع الولادات بتاعتي وما بيعش الخاتم ده. ده كل ذكرياتي بتاعتي انا في الخاتم ده. روح افتح روح افتح. مساء الخير. مساء النور. انا المعلم جرح بتاع التماثيل وليا حسبه قديمه كده عند الاستاذ عادل وجاي اخدها. هي ناقصاك انت كمان. تعال له كمان 10 ايام هو يحاسبك. مفيش حاجه اسمها 10 ايام يا مدام. انا راجع البلد وعايز الم فلوسي اللي في السوق. ايوه حضرتك بس احنا هنا مش في السوق احنا هنا في البيت. ثم اننا قد اعلنا افلاسنا منذ زمن. انا ما باكلش من الكلام ده المؤاخذه. قدامكم اسبوع واحد بس والا هبلغ البوليس. اسبوع واحد بس. انتوا هتستقرضوني في السن اللي انا فيه ده. سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. انا عندي الحل. الحل الوحيد اللي قدامنا هو البازار. هو ده هنلاقي فيه فلوس. يا ريت. ما تتعبيش نفسك يا ام مخ نور مش هيرد عليكي. ده الغبي هناك. ما حدش بيرد. طبعا افتح الباب. ازيك يا ياسمينة؟ اهو شرف البيت. تعال يا رمزي تعال. انا جعان قوي يا نونو خدي سوي لنا الجمل ده بسرعه. ايه ده؟ انت عبيط ده انت ولا ايه؟ انا عايز اعرف انت كنت مزوغ فين ومتسرمح من البازار. انا مش مزوغ. بص بقى يا خالت مراني انا كنت قاعد في البازار وبعدين جوعت وانا لما بجوع بحس ان انا مش شبعان كده هون يعني فما بعرفش انام. هو عادل ما سابلكش فلوس؟ لا ما سابليش يا نونو. هو قال لي لما تجوع ابقى تعالى رمزي كل في البيت براحتك. الحقوني بقى بشندوتش عشان هموت من العطش. يعني انت دلوقتي عايش شندوتش عشان انت هتموت من العطش وهو قال لك لما تجوع تعالى كل عندنا واحنا اصلا مفلسين. طب احنا هنعمل ايه في الورطه اللي احنا فيها دلوقتي؟ مش عارفه هنعمل ايه. انا جيت لي فكروره حلوه جدا. انت بقى تعملي باصلك دلوقتي وتبيعي السلسله العره اللي انت لابساها دي. ايه ايه ايه؟ ابيع السلسله ولا ابيع السلسله؟ ده انا اضحي بعين من عينيا ولو انيش ابيع السلسله. ده نسرح بمشط وفلات وابر بوابير ولو انيش ابيع السلسله.
البوابير عشان البابور يولع ويبقى كويس. مشط فلايات فلايات يا اساتذه يا معفنين. ميداليات ميداليات مشت يا بيه. جامد تعلقوا دلايه تعلقوا في العربيه تحطوا في جيبك. جامد وصغير ولطيف. تشتري مشت يا بيه. والله صاحب النظر يميز. ولا انت ما عندكيش نظر؟ طب وليه الغلط ده يا بيه؟ ما احنا ولاد ناس زيكم. دول الحاجه هي اللي خرجتنا. اشتري مشاط اشتري فلايات. مش دي قبلة سناء يالا؟ سناء مين يا عم انت؟ دي واحدة هبلة. القبلة يالا اللي في مدرستنا. هي فيها شبه منها بس ايه اللي هيخليها تعمل كده؟ تلاقيهم ما قبضوهاش في المدرسة. يا حوستي مش دول العيال بتوع تانية خامس؟ الواد ده انا عارفاه من تانية اول. بس ايه اللي جابهم هنا في القهوة؟ والله العظيم اللي عامل لهم استدعاء ولي امر. بس الحمد لله الحمد لله ما عرفونيش ما عرفونيش. يا سناء سناء الله ربنا يفضحك يا بعيد فضيحة المطهر. يا أبلة سناء أنا هموت من الجوع. خلاص كده عرفوني خلاص عرفوني. يا أبلة سناء يا أبلة سناء يا أبلة سناء أبلة سناء. إلهي تتخرس يا بعيد وتتقطع الأحبال الصوتية حبل حبل. ليه بس يا أبلة سناء بس؟ ما طول عمرك بتقول لي يا نقنق حبك دلوقتي سناء. خلاص يا حبيبة قلبي. بص يا أستاذة سناء أنت تروح المدرسة وأنا اللي هشحت مكانك. يعني ماشي. لو ما عرفوش سناء يعرفوا المدرسة ويعرفوا إيه يا أبلة؟ أنت أنت هو ده الشغل اللي انتم منهمكين فيه طول النهار؟ ده مفيش زبون اساسا دخل البازار من ساعه ما دخل. ده البازار بينش. امال عادل طول النهار مشغول في ايه؟ ما يا رانيا مش ده زيزون بتاعنا. زيزون زيزون بس انت يا شوال اسكت خالص اخرس مش عايز اسمع صوتك. فرجها يا رب فرجها والنبي يا رب يا رب هنشحن فرجها يا رب النبي. زبون 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 زبون. Hi. Welcome. Hi. How are you? Fine. Good morning. Je t'adore. Je t'aime. Les oiseaux. Les oiseaux. Is this? This. Is this Demirdash Hospital? Hospital. What? مستشفى الدمرداش. لا دي مش مستشفى الدمرداش. والله تشبهها. والنبي ايه؟ تطلع بره يا ابن الذين. ما طلعش زبون يا رانيا؟ طلع مريض يا رمزي. يا رب انا قلبي شامم ان في زبون. يا رب النبي حبيبك يا رب هنشحن هنموت من جوع يا رب. زبون زبون مشي. ما لقيتوش الرقصه في الغال. يا رب والنبي زبون واحد يا رب واحد بس يا رب حتى ربع زبون مخروم يا رب. مساء الخير. مساء النور. مساء الفل. اهلا بحضرتك اهلا وسهلا اتفضل. معلش انا اسف الظاهر انا دخلت محل غير المحل. لا ده هو دخلت المحل المظبوط صدقني هو نفس اللي انت عايز تخشه صدقني. لا لا انا متاكد ان مش ده المحل. هو المحل ده من حضرتك. حضرتك متلخبط وقلقان. تعالى انا هريح حضرتك. هتفضل اؤمر. انتوا بتبيعوا ايه طيب؟ احنا حضرتك بنبيع يعني مسلات اهرامات ورق برضي اللي تحلم بيه اللي تحلم بيه. طب انا هعمل ايه بدا يعني؟ لا ممكن بص حضرتك ممكن نبيع لك تمثال بخمسة جنيه ايه رايك؟ لا 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 يا رمزي لا 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 لا, لا, لا يا رمزي لا لا ازاي حضرتك. اقول لك على حاجه احنا هنبيع لحضرتك التمثالين بخمسة جنيه. لا يا رانيا لا انا بص الزبون ده وحبيته من قلبي. بص احنا هنبيع له خمس تماثيل وايه رايك تاجر البازار كله ب 2 جنيه في الشهر. لا 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 هقول لحضرتك حاجه. ده احنا ما بنعملش كده غير مع الزباين اللي بتخش قلبنا. احنا حضرتك ممكن ايه كل حاجه تاخدها كده ونديك وتدينا 2 جنيه ونص. لا يا رانيا لا يا رانيا مش عايزين فلوس يا رانيا. انا حبيت الراجل ده مش عايزين فلوس منه. بص انا هديلك اكبر تمثال هنا في البازار كله وتدينا السندوتش ده. وانا اصلا انا شبعت. والنبي الله يكرمك اتفضل حضرتك اهو احنا ما بناكلش عرق حد. اتفضل اكبر تمثال عندنا. شكرا مع السلامه. ده صندوق بالجبنه؟ ايوه يا رانيا خد السكوت. لا 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 بس انا ايه؟ انا هتصور معاه الاول. صح يا رانيا صح. هات الموبايل بتاعك. خد يا حرامي الموبايلات يا حرامي الموبايلات. هات 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 هات.
بتهوي نفسك انت عبيط، انت اتجننت مخك مش شايفني حمود حفتس التكييف وحش خالص. حاضر حاضر يا خالتي مراني، اهو اهو في زبون. إيه؟ مين صاحب المخروب ده؟ اهي حضرتك اهي. طب يلا يا حرمه امسحي لي الدزمه دي، ورانا مشاوير عايزين نقضيها. ايه ده شيل رجلك، انت مش شايف اللي بيقول هنا هيلب يور سيلف يو ستوبيد؟ ده ايه الكلام الملعبك ده؟ مش معقول هوي هوي هو مش هو قادر مش هو قادر استحمل الغباء. ايه ما بتعرفش تعرف يعني ايه هيلب يور سيلف؟ يعني انت تمسك الفرشه دي ياي الشيء اللي انت لابسه ده يا ماما عاوز ريحته وحشه. هرجع هترجعي ايه بس يا خالت مراني؟ هو في حاجه في معدتك عشان ترجع؟ مساحة دزم دي ولا من النايل تيتية؟ ايه نايل تيتية والجهل اللي انت بتقوله ده؟ مش معقول هوا وريحة مش طبيعية كمان مش قادر تمسك نفسك. بقولك ايه، ايه اللي متعلق تقدر؟ انت دوست على كل الصرصورات اللي موجودة في مصر كلها، ايه الزبالة اللي هرجع هرجع موت؟ هي في الحقيقة بعافية شوي، اصلنا لسه جاي من الزريبة دي الوقت. زريبة زريبة عشان كده ريحة. بص بقولك ايه، جو اوت جو جو، احنا قفلنا خلاص مش بنعمل حاجات. امشي امشي افتي. ايه العالم دي، ارزقيه دول ولا فنديه؟ بص بقول لك ايه، انت راجل انت روح اعمل حاجه في نفسك، الريحه بتاعتك مش معقول، وبعدين انت كده بتعمل تلوث في البيئه بتاعت مصر كلها. لا يا استاذ يا انسه يا استاذ. في ايه يا مرات عمي؟ لا 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 ما ينفعش الشغل بالطريقه دي، دول 10 ناس ييجوا يشربوا الشاي وما يدفعوش ولا مليم وياخدوا الكوبايات معاهم، ده ما فيش الا كوبايه واحده. كوبايه واحده يا خبر ابيض. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا مرات عمي؟ ده انا منقي لك يا مرات عمي احسن غرزه عشان تفرشي جنبيها. انا بقول لك ايه، اللي هيجي يشرب الشاي تقف جنبه لغايه ما تحاسبه. يعني اقف جنبه اعمل له ايه؟ اكتفه يعني يا مرات عمي بقى. اسكت، في زبون جاي اهو. ماشي كويس ان واحد عشان كوبايه واحده. مساء الخير يا مودة. اهلا مساء النور، اتفضل. هاتيلي 2 شاي انا والراجل اللي معايا ده. الراجل مين يا حضرتك؟ انت لوحدك يعني؟ هو تاه منك ولا ايه؟ ايه ده ايه ده، ده كان لسه معايا دلوقتي. صحيح انا لسه رميه في النيل من نص ساعه. رميه في النيل؟ طب ليه الهزار بقى التيل ده؟ افرض بقى قلبت بجد وهدومه اتبلت مثلا، اعمل له ايه؟ ما هو ابن طماع، الناس هتاكل بعضيها. تخيل ياكل عليا نص جنيه بحاله. لا 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 يستاهل قطم رقبته. الله ينور عليك يا ست العقلين. يلا هاتيلي بقى كوبايه الشاي، عايز اعمل دماغ واظبط الطاسه. حاضر حاضر، من عينيا نص دقيقه بالظبط ويكون عندك الشاي. لسه عايز يعدل الطاسه؟ بقول لك يا مرات عمي احنا هنحاسبه ازاي الراجل ده؟ اذا كان رمى صاحبه في النيل هيعمل معانا احنا ايه؟ صح. كبسه معلمه كبسه. يا نهار اسود كبسه، يا نهار اسود. طب انت بتجري ليه؟ هعمل لك الشاي. انت صاحب النصبه دي يالا؟ لا حضرتك انا كنت جاي اتفرج بس والله. امال مين صاحبها يا مين؟ ايوه اللي هناك ده وان حضرتك. انه ده اللي هناك ده وان حضرتك اللي رمى صاحبه في النيل. هاتوا الواد ده قبض عليه. ايه ده انا ما عملتش حاجه، طب اشرب الشاي. طيب يا فضحتك في المدرسة يا سناء، يا خسرتك في التشرد يا سناء، أهلك بيصرفوا عليك عشان تطلعي متشردة يا سناء. يا رازي يا مامي هتنفجر، مش معقول من ساعة ما مسحت للراجل الجزمة بتاعته دي ريحتها هنتنا وأنا عندي صداع. وأنا واقفة من الصبح في البازار إني أعرف أبيع تمثال واحد، أنا نفسي أفهم عادل كان بيصرف علينا إزاي. يا ترى يا عادل يا ابني عامل ايه؟ ده احنا منبهدلين من بعدك ومش قادرين نتصل بيك ونقول لك احنا حصل لنا ايه. او ماي جودنس او ماي جودنس، يا فضحتي يا فضحتي في وسط الهاي كلاس مش العرر انتم. طب انتي ومحدش عارفك، امال انا اعمل ايه؟ اعمل ايه لو دخلت المدرسه كده لقيتهم بيقولوا خبر الصباح في الاذاعه المدرسيه يا سناء؟ يا جماعه حرام عليكم، احنا مش هنفضل نعيط على اللبن المتدلدق على الارض، احنا دلوقتي عايزين نعرف احنا معانا كام وهنعمل ايه في الاربع ايام اللي جايين. انا بعت فليتين واربع ابر بوابير جاز بنص جنيه. هايل. وانا مسحت ربع الجزمه بربع جنيه. هايل. وانا بعت كوبايتين شاي بجنيه. هايل. وانتي نازل عليكي هايل هايل، انتي عملتي ايه؟ انا بعت اكبر تمثال في البازار. هايل. بسندوتش سجق بالجبنه. نعم اكبر تمثال في البازار. يا فلحه يا فلحه من يومك. طب فين الساندوتش؟ ايوه فين الساندوتش؟ ما هو ساندوتش، انا كنت جعانه جدا فكلت انا ورمزي. يا جبروتك
يا جبروتك يا شيخه، كلتي انت ورمزي ما فكرتيش في الشعب اللي حواليكي ده اللي بيكافح من اجل البقاء. ما انا لما كنتش كلته من رمزي كان هياكله مني، عشان رمزي كان جعان. مش مهم دلوقتي الساندوتش، احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا معانا يعني دلوقتي ايه في الاربع ايام اللي جايين هنعمل ايه؟ يعني معانا كام دلوقتي؟ 175 قرش. اه مامي على فكره انا كنت محوشه فلوس فحصلت الوقت الزنق. يا حبيبتي يا حبيبتي يا ياسمين، فلسه كبدي فلسه كبدي انت يا حبيبتي. مش وقت افلام، احنا كلنا جعانين. محكي كام يا ياسمين وريني. بصي مامي ربع جنيه. يا ريتك ما فتحتيها، يا ريتك ما قلتي خرمت انا وداني. خلاص 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 مش مشكله، احنا دلوقتي يا جماعه معانا ثروه، معانا 2 جنيه بحالهم، هنعمل ايه؟ انا هروح اجيب اكل دلوقتي. انتي تاني انتي تاني وهايل هايل هايل. لا هروح انا. يا سلوم، وليه بقى حضرتك انت اللي تروحي؟ ما انت صرفتي الفلوس زينا زيك بالظبط. يا جماعه يا جماعه فكروا معايا، فكروا معايا بهدوء. هنعمل ايه في الراجل اللي اسمه الجرح ده اللي جاي بكره عايز فلوسه؟ هنعمل له ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ ممكن نهدى شويه، ممكن نهدى شويه. انا عندي فكره هايله جدا، احنا نلم حاجات احنا مش محتاجينها من مقتنياتنا ونديها له بثمن الفلوس. يوه بقى انت مش معقول. طب انا عندي فكره تانية ممكن تحل حل جذري للزنقه الماديه اللي احنا فيها في الفتره القادمه. ايه بقى ياسمين يا حبيبي؟ اللي انا كنت واخدها معايا عشان اروح اشتري بيها التماثيل، يعني الحمد لله الحمد لله يعني اتسرقت مني. يا موكوس يا موكوس. خلاص يا عزيز، انا ناقصك. انا ناقصك، انا ناقصك. مش كفايه الناس اللي اتلموا عليا في القطر دول غاويين تقطيع قمصان. المهم الحمد لله ربنا كرمني وفكرت تفكير كويس جدا ورحت بايع شنطة الهدوم بالهدوم اللي فيها. الحمد لله. يا موكوس يا موكوس، تعالى تضم لاخواتك كده في مؤسسه البؤس العالميه. الحمد لله ربنا كرمها والله. عندنا يا دوبك بس يا دوبك جبت التذكره بتاعت القطر وجيت على طول. الحمد لله. المهم بقى العفش فين امال؟ ما هو قصدي يا بيبي احنا صرفنا كل الفلوس اللي انت كنت سايبها، فبعدين اضطرينا ان احنا نعمل عشان اللي احنا ما لقيناش ال ال صرفت 400 جنيه 400 جنيه في 10 ايام. انتوا اتجننتوا؟ 400 جنيه انت ده غير ثمن العفش كمان، ده انا هحجر عليكوا. وانت كنت في، انا مش سايب معاكوا كلب حراسه. كنت بتعمل ايه؟ انا ما صرفتش حاجه دول والله. كنت بتعمل ايه؟ انا ما